عندي كمان دلوقتي حبه رز عايز اعملهم على مزاج. الرز زي الفل وتمام تمام مفيش اي مشاكل خالص، ولكن فكره ان اخليه مسلوق واحط السيفود في الاخر عملناها كتير. طب تعالى نعمل حاجه حلوه، وهي معلقه لطيفه بسم الله الرحمن الرحيم الاول، ونجيب عندنا بصلايه الاول اهي، شايف البصلايه دي؟ مع البصلايه دي هنحط عندنا مكعبين زبده حلوين، ومعاهم كمان فص ثوم حلو، شايفها؟ وامسك المعلقه اللطيفه دي واقلب الثوم بالزبده، شوف، واجري عليهم بمعلقه بهارات لطيفه للسمك في النص كده، واقلبهم مع بعض، شايف الكلام؟ وكمان معاهم معلقه صلصه طماطم بسمتي على مزاج، وروح مقلب معاهم صلصه الطماطم دي بالشكل ده، شوف. واجي كمان اروح جايب عليهم مكعب مرقه خضار، اعمل رز محترم بقى على مزاج يتاكل مش بس يتشاف، وروح مقلبهم شويه اهو، شوف كده. انزل بكوبايه الرز البسمتي وراح مقلبهم مع بعض، شوف. ما رضيتش اخلي البصلايه تبقى محروقه مني، خدوا بالكم، ولا حبيت اخلي الثوم يتحرق مع الزبده. بص الطاسه عامله ازاي او الحله، شايفها يا استاذي اهو؟ وراح مقلبهم مع بعض لما يسخنوا افندم، تمام، وراح مقلبهم مع بعض، خلي الحاجه تبقى واضحه كده والصلصه تبقى دايبه في قلب الزبده مع فص الثوم مع البصلايه مع سنه البهار مع صلصه الطماطم ومع كمان مكعب المرقه، واقلبهم مع بعض بشويه اهو لحد ما يسخنوا واحده واحده، وروح مديهم الملح وكاني بعمل رز مصري. الرز اول ما احس ان خلاص بدا يسخن شويه معايا اكون مجهز عندي المرقه بتاعتي او الميه بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، تكون سخنه وده الافضل، وارجع وشي بعيد عشان الدخان والبخار، وانزل بالشكل ده اهو، كتير من المرقه، ولا كوره الكعه ولا مكعب مرقه ما تقلبش، ولا ذنب ولا تومه على الحرف، الحاجات دي كلها بتفرق كتير. واشم الريحه، ناقصها ايه؟ ناقصها ايه؟ ناقصها حاجه تعال التست، وممكن تكون ورقه غار لطيفه النص برده كده تديني نفس كويس. اول ما احس ان خلاص دخلت في مرحله الغليان انزل عندي بالسي فود على الوش، واولهم يكون الكاليماري كمان اهو عشان يبدا يستوي في المرقه الحلوه دي ويسخن معاهم. قشر البياض والجمبري هسيبهم شويه لان مش باخدوش مني وقت كتير في التسويه. واسيبهم يعيشوا مع نفسهم واحده واحده. الموضوع ما فيهوش اي حاجه صعبه. انزل عندي بالجمبري على الوش وكمان قشر البياض. هتقولي تتبيله، اقول لك انا حاطط كل التتبيلات اللي في الدنيا كلها جوه. وراح مديهم تقلبتين، بص كده. وكاني بعمل كبسه. شايفها يا باشا؟ وهدي كده بقى الدنيا لحد ما يكمل تسويته. يبقى زي الفل ان شاء الله. نطفي النار. فاضل عندنا الرز. حالا خلاص نغرف الرز ونختم على طول. ادي حبه الرز اللي احنا عملناها مع حضراتكم النهارده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حبه كده في الحله كمان اهم. بالهنا والشفا. فاكرين الرز اللي عملناه من شويه بالبصلايه؟ فاكرين ورقه الغار؟ حبه السيفود اللي حطيناهم، كاليماري في الاول، الجمبري والقشر البياض في الاواخر. وبالهنا والشفا. ممكن نديلهم ورق كزبره على الوش يدي نفس كويس، وبالهنا والشفا.